لازم نشيلها للجميع، وخاصة الإعلام بتاع بره، إن عملية الاستغاثة اللي كانت مقصود بيها يعني طيارة اتخطفت، يعني طيارة اتفجرت، لازم نوقف. ومنطقة الانطلاق من المحطة هي المسؤولة، يعني شارل ديغول هو المسؤول عن أي خلل موجود في الطيارة في مصر الطيران، مش إحنا. لازم يتوضح كل الكلام ده عشان ما يستغلش استغلال سيء ده كله بره. أنا معاك 100%، لازم نوضحه. أنا معاك 100%، إنما خليني أرد على